بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه، البر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ إسلام سعيد علي جمعة، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بهذا البلد الطيب أهله. فليتفضل فضيلته مشكورا، قضى الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحيم. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين.
العافين عن الناس. والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين. أولئك
كجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا بيان للناس وهدى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لون إن كنتم مؤمنين
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه تنظرون
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. صدقت إلهي فيما قلت. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ إسلام سعيد علي جمعة.
القارئ والمقيم ببنيوس مركز الزقازيق، كما أذيعت عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الصوتية إدارة حق سامي أبو الفتوح وأولاده المقيم بقرية الغار، هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار ومخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة إدارة أبو فارس المقيم ببنيوس، خدمات الفندقية المتميزة إدارة المتر ميدو الدولي المقيم ببنيوس، هندسة تصوير عبر شاشات الإنترنت إدارة المهندس العالمي ناصر صلاح. باسم العائلة الكريمة والأسرة الكريمة يشكرون كل من أتى ليؤدوا واجب العزاء في الراحلة الكريمة. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.